أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من المشهد المغاربي. بقرار من الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الثانوي بتونس، تشهد جميع المعاهد إضرابا حضوريا منذ يومين. يأتي تنفيذ الإضراب بعد فشل المفاوضات بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي. وزير التربية وصف مطالب النقابة بالتعجيزية، في حين دعا الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في إنجاح الموسم الدراسي الحالي، مؤكدا أن تعليق الدروس سيتواصل إلى غاية التوصل إلى حل مرضي لجميع الأطراف. جمعية الأولياء والمربين دخلت على الخط محملة أصحاب القرار نتائج التجاذب بين النقابة والوزارة. فإلى متى ستستمر حالة الشد والجذب بين النقابة والوزارة؟ وكيف يمكن تجنب الضرر المتوقع للتلاميذ نتيجة حالة الصراع هذه؟ البداية مع تسجيل أو مقتطف صوتي لوزير التربية في تونس وكذلك الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، ثم نشرع في النقاش. تعطيني مطالب أخرى لي أنا كوزارة، فيها حكاية رفضك القانون المالي، حكاية رفضك لسن التقاعد، معناها أشياء ما تهمش الوزارة مباشرة، ما تهمنيش مباشرة. وجيت تقول لي أما تعمل هكا ولا رانا ماناش متفقين، أنا نقول لا، وما نقبلش الوضع هذا، وما نقبلش المقاربة هذه نتاع التفاوض. في أذهاننا ولسنا مستعدين للتخلي أو التنازل عن مطالب المدرسين، وبالتالي أنا أعتقد أن القاعدة الشغلية تقول أن المفاوضات هي الحل، ما عدا ذلك سيكون تصعيد بتصعيد، وإذا واصلت الوزارة والحكومة التصعيد فسنفهم أن هذا التصعيد هو في اتجاه يعني آخر مغاير لرغبة التوصل إلى حل، وبالتالي احنا سنحمل وزارة التربية ورئيس الحكومة يعني ما كنا نردده فعلا، لأنه الذهاب في التصعيد يعني الذهاب إلى قدر الله يعني التأثير على السنة الدراسية. إذا مش الكرام، للتعليق على هذا الموضوع أسعد باستضافة مدير المركز المغاربي للبحوث وترجمة جلال الورغي. مرحبا بك أستاذ جلال. حالة من الشد والجذب عمرها أشهر الآن بين الحكومة وكذلك الوزارة، ربما مع الوزير الحالي سي بن سالم ربما زادت أكثر هذه الحالة. اليوم عندنا يومين والدروس معلقة، ليس هناك دراسة، الامتحانات على الأبواب، كل هذه فعلا جو غير مناسب. البعض يقول لي الإضراب، والبعض يقول أنه هذا هو الجو المناسب، يعني هناك استعمال الأوراق من الطرفين، الوزارة وكذلك النقابة، والمتضرر يقول الأولياء التلاميذ. لماذا وصل الأمر إلى هذا الحد من التجاذب بين الطرفين؟ الحقيقة سمير، للأسف شديد، هو هذا المشكل في نقابة التعليم الثانوي، هي تعبر عن حالة عامة بعد الثورة تمثلت في نوع من المطلبية المشتة. استجابت الحكومة في كثير من الأحيان إلى زيادات، إلى مطالب للزيادات في الأجور، وارتفعت الأجور بشكل خيالي على مدى 7 سنوات الماضية، يعني لدرجة لم تشهدها لسنوات طويلة في عهد المخلوع بن علي. ولكن للأسف شديد هذه المطلبية استمرت وأحيانا تجاوزت حدودها. للأسف شديد هذا الأمر يعني وضع يعني نقابة التعليم الثانوي اليوم في مواجهة وزارة التعليم، والضحايا هم التلاميذ. نعم. والحقيقة أنه صحيح أن يعني المطالب التي ينادي بها الأساتذة، أساتذة التعليم الثانوي، جزء منها يبدو مشروع الحقيقة، يعني رغم أنه قابل للنقاش، مثلا الإصرار على تخفيض سن التقاعد إلى 55 عام على اعتبار مهنة التعليم مهنة شاقة. نعم، هم يقولون هذا، هذا الأصل في الشيء، يعني يستفاد منه حتى من خلال بقية التجارب الدول. طبعا. ليس هنالك في الحقيقة في العموم
يعني تقاعد في سن بهذا السن المبكر جدا. بالعكس هنالك اتجاه لرفع سن التقاعد حتى الى 67 عام في الدول الاوروبيه، لكن ليس على العموم. نعم، ليس على المهن الشاقه ليس فيها رفع، ولكن في الغالب نعم. يتجه نحو رفع سن يعني رفع سن التقاعد وليس خفض سن التقاعد. في تقديري ايضا يعني هنالك مطالب اخرى على غرار المنح وغيرها من المطالب، يعني كان يفترض أن تخاض هذه المعارك في بداية سنة دراسية في وسطها، ولكن أن نستمر ونضع مستقبل التلاميذ محل سؤال ونغامر بمستقبلهم ونتحول من حجب الأعداد حيث يتقدم التلاميذ إلى يعني نهاية العام وهم لا يعلمون، ماذا يعلمون أنجزوا يعلمون خلال منتصف يعلمون حجب الأوراق حجب الأعداد فقط عن الوزارة، كل التلاميذ وصلتهم أعدادهم ومعدلاتهم ويعرفوا مستوياتهم جميعا. هذا ما أكده في حلقات ماضية حتى الكاتب العام الأسد اليعقوبي في حوار معنا أن الحجب فقط عن الوزارة، لكن الأولياء والتلاميذ كلهم يعرفوا مستوياتهم ويعرفوا معدلاتهم ووصلتهم في وقتها. لكن هذه المشكلة جلال عندها أكثر من بداية السنة، من قبل بداية السنة، من الصائفة الماضية، وهناك هم يقولون يعني هناك مماطلة من حكومة الشاهد، وهناك على الأقل هذا كلام النقابة وسيكون معنا بعد قليل النقابي، يقول أن ملف التعليم ليس هو المقصود في حد ذاته، الحكومة تضعه في إطار أشمل وأعم وهو المساومة، هذا ما قال سيد يعقوبي، في المساومة مع الحكومة وبين الاتحاد في قضايا أخرى وملفات أخرى. أنا أقرأ لك كلام مثلا نور الدين طبوب الاتحاد العام الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل، يقول الحكومة توظف ملف التعليم وتستعمله كمطية للضغط من أجل تسوية ملفات كبرى. هذا كلامه قبل يومين في النابل. يعني هو الحقيقة يعني للأسف الشديد خاصة مع هذه الحكومة هنالك يعني توجه من الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد العام التونسي للشغل أصلا يطالب بإقالة هذه الحكومة وله تقييم سلبي منها، ويعني يدفع باتجاه إقالتها، بل وصل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إلى القول بأن هذه الحكومة هي حكومة تسيير أعمال، واضطر رئيس الحكومة أن يرد عليه. المشكلة سمير أنه بالتأكيد يعني في تقديري أنه باستمرار يعني إكبار وتثمين دور النقابات هذا أمر لا يجب أن يكون محل سؤال، بالعكس تماما. كل جهة منظمة تدافع عن طبقات وفئات اجتماعية أو وظيفية يجب تثمين مهمتها ويجب أن ندعمها، ولكن أيضا نتوقع منها أيضا أن تتصرف باستمرار في إطار روح المسؤولية، وأن لا يعني يعني تستمر هذه المعركة خاصة إذا أضرت بالتلاميذ، ولكن ما دون ذلك الحقيقة أنه أنا شخصيا باستمرار أعتقد أنه دور النقابات في الدفاع عن الطبقات الاجتماعية والفئات الاجتماعية والفئات دور مهم. الشغلية دور طيب مهم طيب وأساسي. فيما يتعلق بتصريح النقابة وتصريح الوزارة كلاهما يقول أننا لن نسمح بسنة بيضاء، لكن ليس هناك أفق الآن للحل إلى حد الآن. وكنا نتابع كلام وزير التربية وكذلك كاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، حالة من الانغلاق التام. يقول الرجل كاتب العام لاتحاد الشغل لنقابة التعليم أنه لا توجد أرضية للتوصل إلى حل يرضي الجميع، هذا كلام، لكن في نفس الوقت يقولون أننا حريصون على أن السنة لا تكون سنة بيضاء. يعني ماذا يمكن تفهم أنت من هذه التصريحات؟ يعني وعلى كل حال مثل ما أشرت سمير أنه الحجب الأعداد كان جزئي وليس نعم. كلي، حجبت عن الوزارة والسلطات الإشراف ولم تحجب عن الأولياء والتلاميذ، هذا نعم. في حد ذاته حرص من النقابة على عدم الدخول في يعني عملية تصعيدية شاملة على الأولياء والتلاميذ. نعم. نعم. ولكن نتمنى فعلا خاصة في تقديري أنه يعني المربين تحديدا نعم. يدركون أنهم لا يعني يرغبون بأي شكل من الأشكال بإضرار بمستقبل
للتلاميذ، ولذلك نتوقع منهم أن يتصرفوا باستمرار بحكمة ومسؤولية. هم يقولون نحن أكثر من الوزارة حرصا على إنجاح أبنائنا وعلى توفير المتناسب، يعني هذا كلامهم. سنستمع الآن إلى السيد الأسعد اليعقوبي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي معا من تونس. مرحبا بك أستاذ الأسعد. أستاذ الأسعد، في كلام لك لوسائل الإعلام في تونس تقول أننا بيننا وبين الوزارة ليس هناك أي أرضية مشتركة للوصول إلى حل يرضي الجميع، لكن في المقابل السيد الطبوبي وأنت كذلك تؤكدان على أنه لا يمكن السماح بسنة بيضاء. كيف نوفق أو نفهم التصريحين؟ يعني للتأكيد هو يعني بالنسبة لنا يعني ما صرح به اليوم يعني كآخر تصريح للحكومة وزير المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني، والذي يعني قال بأنه مستعدون للمفاوضات ولكننا من الآن نقول لكم أننا لن نعطيكم أي شيء، وقال بأنه الحكومة المطالب بمطالب النقابة هي في خارج سياق الحكومة وسياق إمكانيات الدولة. أعتقد أنه هذا الخطاب المتشنج وهذا الخطاب السلبي وهذا الخطاب يؤشر على أنه ليست هناك جدية من الحكومة للتوصل إلى حل. نحن نفهم يعني مقاصد الحكومة من هذا التعنت ومن هذا التسلط. نعرف جيدا أن الحكومة تمر بظروف صعبة، تمر بوضع صعب مع الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بملفات كبرى، ملف القطاع العام وإصلاح الصناديق والجباية إلى غير ذلك، ملف تقييم أداء الحكومة عموما. وأعتقد أن الحكومة استثمرت يعني تحرك المدرسين على إقحامه ضمن هذا السياق وإقحامه ضمن المساومات، رغم أن تحرك المدرسين جاء منذ 4 نوفمبر، يعني منذ 4 نوفمبر الفارق. ونحن نتحرك بشكل تدريجي، يعني رغم أن الفترة 4 نوفمبر كان هناك توافق كبير في علاقة ببعض الملفات بين الحكومة والاتحاد، وكنا ضد بعض التصورات وخاصة فيما يتعلق بإصلاح الصناديق وبالميزانية 2018. وفي هذا السياق احنا نعتقد أن هذه اللغة وهذا الجو لا يمكن أن يؤشر إلى حل. لذلك نحن قلنا أن الوضع الآن بهذه التصريحات وتصريحات وزير التربية بالأمس والهجمة الإعلامية لوسائل الإعلام مرتبطة ارتباط وثيق برئاسة الحكومة، بعض وسائل الإعلام وبعض يعني صفحات التي نعرفها جيدا ونعرف ارتباطها مباشرة برئيس الحكومة رأسا وتخدم لصالح رئاسة الحكومة، يعني هذه الهجمة الكبرى لا تؤشر إلى أن هناك نية للذهاب إلى حل، وإنما الدفع إلى تعميق الأزمة سيد الأسعد، خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي بين المدرسين والأولياء. جميل. طيب لكن سيد الأسعد لكن المشكل في كل حالات قد يكون أنتم معكم الحق أو قد تكون كذلك في جزء الوزارة معها الحق. واضح أن دعنا نقول أسباب انطلاق حوار بناء بينكم وبين الوزارة غير متوفرة إلى حد الآن، لكن يبقى المتضرر في النهاية هم التلاميذ، يعني ونحن على أبواب تحضير الامتحانات ثم امتحانات بعد ذلك. يعني ولكن في المقابل نحن أكدنا على شيء مهم، وهو أنه ما يحدث الآن هو يعني احنا لما قمنا بإقرار مبدأ حجب الأعداد عن الإدارة، الحكومة تريد أن تدفع بهذا القرار إلى الوصول إلى مربع الامتحانات، وساعتها سيصبح هذا القرار قرار حجب الأعداد مضر بشكل مباشر بالامتحانات الوطنية. عندما أصبح هذا الأفق يعني مغلق، أفق الحواري مغلق، قررنا أن نحسم المعركة الآن وأن لا نذهب إلى مربع الامتحانات، لأننا تعهدنا بأنه لابد من حماية الامتحانات الوطنية. اتخذنا الآن قرار تعليق الدروس، وتوجهنا إلى جهات أخرى، وتوجهنا إلى أطراف أخرى معنية بهذا الملف بشكل مباشر ومعنية بالاستقرار في البلاد بشكل مباشر، رئاسة الجمهورية، مجلس النواب، الأحزاب السياسية الحاكمة والمجتمع المدني. والآن أعتقد أن الحوار الحقيقي الذي يحدث خارج إطار الحكومة، ويحدث الآن مع رئاسة الجمهورية. طيب. يحدث الآن طيب سيد الأسعد، النواب، وأعتقد أن الأخ الأمين العام سيلتقي هذا المساء مع رؤساء الكتل في مجلس النواب، وأعتقد أن هذا المسار الذي اتخذناه قد يحرك هذه الأطراف من أجل أن تدفع الحكومة إلى مفاوضات جدية. سيد الأسعد، لكن لو الحكومة بقيت على هذا القرار، يعني وهو عدم التفاوض المشروط كما يقولون، وصلت الامتحانات، يعني ماذا ستفعلون؟ يعني
يعني إذا وصلنا إلى مستوى أن الحكومة يعني تؤكد وتؤكد مرة أخرى للرأي العام وأمام الرأي العام أنها ليست حكومة مفاوضات وليست حكومة حل مشاكل اجتماعية، نحن بطبيعة الحال نراقب يعني تصرف الحكومة، نراقب تصرف كل الأطراف وتدخل كل الأطراف ونطمح إلى أن يحل هذا الملف، ولكننا أيضا نتعامل بحكمة. لدينا الهيئة الإدارية ما زالت مفتوحة وهي تراقب ونراقب يوميا يعني التطورات، و ساعتها ستلتقي الهيئة الإدارية من جديد، هي إدارية قطاعية وهي السلطة العليا التي تقرر هذا المسار وتراقب هذا المسار، وساعتها سنقيم بما جميل. يحفظ مستقبل أبنائنا وبما يحفظ الامتحانات الوطنية، وأعتقد أن هذا التزام أخلاقي التزمنا به أمام يعني الأولياء وأمام أبنائنا، ولن نخلف ما تعهدنا به. سيد الأسعد، ما صحة الأخبار الرائجة الآن أنه فما لقاء ربما يكون اليوم والمساء بين الشاهد والسيد الطبوبي؟ لا، أنا قلت منذ قليل أن هناك لقاء، المؤكد أن هناك لقاء هذا المساء بين الأخ الأمين العام ورئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل بمجلس النواب، بمعنى أننا الآن على الأقل في ظل هذا التصعيد للحكومة والتصلب الحكومي بإجراءنا بتعليق الدروس استطعنا أن نحرك يعني أطراف أخرى لها يعني علاقة مباشرة بالحكومة، وأعتقد وأتمنى أن هذه المساعي وخاصة من رئاسة الجمهورية مجلس النواب والأحزاب الحاكمة تستطيع الضغط على الحكومة للذهاب إلى طاولة المفاوضات. طيب، أختم معك بسؤال، هل أن المسألة بينكم وبين الحكومة فقط في إطار المطالب التي تقدمها نقابة التعليم، أم أن هناك إطارا أوسع تخوض الحكومة وتخوضون أنتم كذلك معها هذا الصراع، يعني أوسع من التعليم في حد ذاته؟ هذا الصراع يعني صراعنا الآن مع الحكومة خاصة في الملف المطلبي للمدرسين لا علاقة له بالمسار الذي يحدث الآن في علاقة بالاتحاد والحكومة. نحن كما قلنا بدأنا منذ 4 نوفمبر من أجل مطالب ملحة للمدرسين ولائحة مطلبية للمدرسين، ولكننا كجزء من الاتحاد العام التونسي للشغل نتبنى تصورات الاتحاد، ونعتقد أنه يعني نحن جزء من نضال الاتحاد في كل المجالات الأخرى من أجل يعني الملفات اللي يناضل من اجل الاتحاد وننتصر من خلال وجودنا في الاتحاد الى هذه التصورات، ولكن نفصل بين الامرين، ملف التعليم الثانوي ملف مهني بامتياز، والملفات الاخرى هي ملفات اجتماعيه ذات عمق سياسي بامتياز. شكرا جزيلا لك سيد الأسعد اليعقوبي الكاتب العام للجامعه جامعه التعليم الثانوي، كنت معي من تونس. إذا كلام الأسعد واضح أن هناك استعداد من قبل الاتحاد، لكن الحكومة هي التي ترفض والحكومة تقول كذلك العكس، لكن واضح أن هناك تأكيد أننا إذا وصلنا لمربع الامتحانات فنحن لن نقف ضد الامتحانات، سنمرر الامتحانات. السؤال الآن، قبل أسبوعين أو ثلاثة كان فيه حتى محاولة من برلمان تونس إلى جلب سيد الأسعد اليعقوبي وجلب كذلك وزير التربية، لا هذا استجاب ولا ذلك استجاب. إلى حد الآن البرلمان فشل، ليست هناك جهة أعلى منه للتدخل في مثل هذه القضية. هناك لجنة الآن تكونت، ليست لم تتكون بعد، البرلمان يبحث تكوين لجنة لحل هذه الأزمة. لماذا هذا الفشل من قبل البرلمان في إدارة أزمة عميقة بهذا الشكل؟ يعني الحقيقة سمير، مشكلة المطلبية تعكس وضع اجتماعي واقتصادي صعب. طيب، يعني حتى البنك الدولي نفسه في تقريره الأخير يعني جزء من شروط يعني إطلاقه للمنحة يعني لقسط من القرض الذي سيمنح لتونس هو أن ترفع الدعم عن الكثير من السلع، أن توقف الزيادات في الرواتب في الأجور، بل وتدفع الكثير من الموظفين إلى تقاعد مبكر أو ما بالتسريح مع التعويض، لأنه الوظيفة العمومية قطاع يستنزف ميزانية الدولة بشكل كبير. نعم، وحقيقي كتلة الأجور وجدي ضخمة جدا. نعم، ويعني هنالك أصلا تقييم أنه 40% من الموظفين في الوظيفة العمومية تقريبا لا حاجة للإدارة التونسية بهم، ولكن رغم ذلك هنالك هذا انعكس في الحقيقة على سياسات الحكومة وانعكس
يعني هذه حجم الضغوطات هذه انعكس على الميزانية، وبالتالي ما تمارسه النقابات التعليم الثانوي وحتى نقابات أخرى من محاولة لمزيد دفع السلطة نحو التنازل لها ويعني الاستجابة لمطالبها، في تقديري هذا سيبعث رسالة داخلية من أنه يعني حالة القوة التي صارت تمارسها النقابات وتفرض أمرها بشكل مستمر من جهة، وأيضا رسالة للخارج بأن هذه الحكومة تحت رحمة النقابات، ويجعل الكثير من المؤسسات الدولية خاصة المالية منها لا تتعامل طيب لكن ولا هو تساعد. لما تكون هناك شروط لصندوق النقد الدولي وتونس يعني أوريدي تحته منذ مدة ولابد أن تستجيب، هناك أولويات، يعني هناك قطاعات لا يجب أن تمس، يعني مستقبل أي دولة هو في 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 تعليمها، في يعني لماذا لا يقع التفكير في قطاعات أخرى مهمة لكنها أقل أهمية؟ لماذا حتى المطالب التي يرفعها الأساتذة ليست كلها متعلقة بالأجور، كثير منها متعلق بظروف العمل، وكان معنا بعض الأساتذة يتحدثون عن ظروف قاسية جدا يمارس فيها المدرس التعليم للتلاميذ في قسم يعني محتشد، عبارة عن محتشد لا سمير في هذا القطاع يعني تحديدا، يعني قصدي أن الحكومة حينما عندها ضغط بتاع كتلة أجور لابد أن تحدد قطاعات تمسها هذا التغيير وقطاعات أخرى تبقي عليها. البعض يقول الحكومة لم تنتهج هذا المنهج أبدا، تشتغل مع كل القطاعات بنفس المستوى يعني. لا ولكن سمير فعلا للأسف شديد حتى يعني يعني القطاع التربوي على ما فيه من يعني مهمة نبيلة وتربوية وتعليمية يعتبر هو يربي الأجيال ويؤهلها لأن تكون هي فعلا يعني قيادة البلاد في المراحل القادمة، ولكن في نفس الوقت عليها ملاحظات كثيرة وعلى أدائها ومستوى التعليم الضعيف جدا، يعني يكاد يكون من أضعف يعني المستويات التعليمية في العالم العربي الآن، وهذا في حد ذاته خطير، وجزء منه يتحمله القطاع التربوي، وبالتالي إصلاح منظومة التعليم يجب أن تكون مهمة وطنية وتحتاج إلى حوار وطني وليست فقط الشيء الذي يحصل. رغم ذلك العيب في النقابات أنها أحيانا ترى نفسها هي المخولة بهذا الملف، بل تضغط من أجل أن يستجاب لما تقدمه هي من تصورها. جميل، سأعود إليك بعد لحظات لأنني أود أن أتحدث في نفس الموضوع لكن في الإطار العام كما ذكر الطبوب، يعني المسألة ليس فقط مقصود بها التعليم، هناك ملفات كبرى كما ذكر هو. معي من باريس الأستاذ دكتور بشير العبيدي المختص في شؤون التربية، مرحبا بك دكتور بشير. ما تعليقك إذن على هذا التجاذب وعملية شد الحبل هذه بين الحكومة وبين النقابة، والمتضرر كما يقول الأولياء هم أبناؤنا هم التلاميذ يعني في نهاية الأمر، والمقاطعة مازالت مستمرة، الإضراب مازال مستمر. والأسعد اليعقوبي قبل قليل كان معنا يقول أنه ليس هناك أي أرضية للحوار بيننا وبين الوزارة يعني. شكرا جزيلا لك ولمشاهديك. في الحقيقة هذا الموضوع يعني مقلق جدا ليس فقط لتونس ولكن لكل الذين يتابعون الأوضاع ويأملون نجاحا للتجربة التونسية تقطع مع العهد البائد وتفتح فرصة جديدة من أجل تعاون الجميع على بناء هذا البلد المغاربي والعربي. اليوم في الحقيقة الموقف يعني فيه الكثير من الزوايا المتشابكة، أولا من ناحية مطالب الأساتذة، فكل يعني قطاع له الحق في أن يطالب، لكن ما أعيبه شخصيا على قطاع التعليم أنه يستخدم أدوات الضغط الغير مناسبة تماما من قبيل منع إعطاء نتائج التلاميذ، حجب يعني الأعداد، ومن قبيل كذلك يعني وضع الوزارة. دكتور بشير النقطة هذه وضحناها، مسألة حجب الأعداد وضحنا الأسعد يعقوبي أن الأعداد محجوبة فقط عن الوزارة، لكن التلاميذ وأوليائهم وصلهم المعدلات وصلتهم كل الأعداد.
اي نعم، ولكن يعني نحن حيال وضعية بالإضافة إلى حجم الأعداد هناك يعني مشاكل أخرى، مثلا مشكلة الترفيع من أجور يعني العاملين في وضع اقتصادي كارثي وفي وضع مديونية كبيرة جدا وفي وضع فساد لم تستطع الحكومة القضاء عليه. ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار يعني كل هذه الجوانب. صحيح أن الحكومة يعني وعدت سابقا ببعض الأشياء ولم توفي بها، صحيح أن هناك الكثير من الضغوط على الأساتذة وقطاع التعليم، صحيح أن التلاميذ صار من الصعب يوم التحكم والضبط في الفصول بسبب يعني أسباب يعني متشابكة، لكن هذا كله ينبغي أن يوضع في ميزان المصلحة الوطنية العامة خاصة، ويعني نهاية السنة يعني قد اقتربت ولا يمكن الضغط بمستقبل التلاميذ علما أن الواقع يعني. لكن دكتور بشير العبيدي يبدو أنه الطرفان يلعبان بمستقبل التلاميذ، سواء الوزارة التي تقول لا ندخل في أي مفاوضات مشروطة، أو النقابة التي تقول منذ شهر نوفمبر الماضي ونحن نحاول والوزارة تماطل إلى حد الساعة. نعم، يعني هو من هذه الزاوية صدقت، يعني هناك استخدام وتوظيف لوضعية التلاميذ من طرف جهتين، لكن ما العمل في نهاية المطاف؟ هل نقوم بخرق السفينة التي نركب فيها جميعا؟ هذا يعني غير معقول، وفي اعتقادي أن الكثير من المطالب مهما كانت مشروع ينبغي أن توضع دائما وأبدا يعني في على مرآة أو أمام مرآة المصلحة الوطنية العامة. و يعني اليوم مثلا المستوى التعليمي كما قال ضيفكم الكريم قبل قليل، وهذا ليس سرا لأحد، نحن نتابع بكل قلق يعني وضعية التعليم في تونس كيف صارت بعد أن كان يضرب به المثل في بلاد الشرق والمغرب، صار الآن التعليم في ذيل الأمم، والنتاج والمخرجات وإلى آخره كلها يعني تشير بالضوء الأحمر بأن قطاع التعليم لا يمكن أن يتواصل بهذا الشكل. من ناحية أخرى أنا أشعر بأن تونس بعد الثورة هناك مشاكل اقتصادية كبيرة جدا، وهذه المشاكل لا يمكن أن تحل بكل هذا العنف السياسي والعنف النقابي، وكذلك أن يتمسك البعض بالنقابات من أجل واضح جدا يعني أحيانا مشكلة. ابقى معي دكتور بشير جلال فيما يتعلق بتصريح التبوبي قبل يوم تقريبا موجود في جريدة المغرب، يقول أنه الاختلافات عميقة وجوهرية بيننا وبين الحكومة حول خيارات يتم التلويح بها بخصوص القطاع العام، هنا يقصد الخوصصة والتفويض في بعض الشركات العمومية، ويقول أن الحكومة توظف ملف التعليم لضغط من أجل تسوية هذه الملفات الكبرى. هل فعلا يمكن أن تكون المسألة في إطار أعم؟ هو في الحقيقة يعني لو نريد أن نزيل اللبس حول هذا الموضوع تحديدا، وزير الإصلاحات الكبرى والعلاقة مع المؤسسات المالية الدولية توفيق الراجحي قال منذ يومين فقط أنه لا وجود لأي نية سواء في اللجنة الإصلاحات الكبرى التي تشكلت من أحزاب الائتلاف الحاكم وما يسمى بوثيقة قرطاج، مكونات وثيقة قرطاج بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وأطراف أخرى، لا وجود لأي نية أو توجه لخصخصة أي قطاع من القطاعات ولم يطرح هذا، ولكن كل ما في الأمر أنه طرحنا يعني إصلاحات حقيقية وجدية قد تبدو مؤلمة وقد تبدو تأتي على حساب المجموعة الوطنية، ولكن يعني نفيا قاطعا أن يكون هنالك أي توجه، وهو المسؤول عن الإصلاحات الكبرى في الاقتصاد نفى بشكل يعني قطعي أن تكون هنالك أي توجهات. ولكن دعنا نقول سمير أنه للأمانة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين الطبوبي ومن وراء الاتحاد في تقديري حسم أمر بقاء الشاهد من عدمه،
ويبدو أنه حاسم في أن في رحيل الشهد، ولذلك هذه الاتهامات أن هنالك توجه للخصخصة وأن المعركة أكبر من مجرد نقاء مطالب في التعليم الثانوي، هو هي في الحقيقة عناوين تغطي توجه من الاتحاد العام التونسي للشغل إلى سؤال لماذا؟ إقالة الشهد. هذا سؤال جدال، هذا يحتاج إلى حديث. كان من الداعمين قبل يومين يتحدث عن توفيق الراجح، يقول هذا وزير فاشل ويخرف لما يقول أيام يطرح هذه الإصلاحات الكبرى ويقول أنه سيتسبب في مصائب للدولة. كان داعم للحكومة يوسف الشاهد الأولى والثانية الطبوبي، ما الذي تغير؟ هل أن الحكومة فعلا لم تفي بوعودها للاتحاد؟ هل أنه لأنه الكثير يتحدث على مسألة موضوع الخصخصة، هذه شركة تونسية للكهرباء والغاز فيها حديث عن الخصخصة، بعض البنوك إلى غير ذلك، ويبدو أن هذه النقطة هي التي أثارت الاتحاد يريد تغييره الآن قبل الانتخابات، لأنه قبل الانتخابات أوراق الاتحاد قد تكون أقوى في الضغط، بعد الانتخابات كل واحد شد مكانه وتصبح أوراقه أخف. فواضح أن هناك لا في تقدير مشكل في تقدير في عدم تلبية طلبات الأمر أعقد من ذلك، والدليل على هذا أنه في هذا الأمر بالذات والموقف من يوسف الشاهد التقى الأمين التقى موقف الاتحاد العام التونسي للشغل مع موقف اتحاد الأعراف، أي نقابة يعني رجال الأعمال، بمعنى من يشغلون الناس، بمعنى آخر الذين يطالبون بمزيد من الإصلاحات ومزيد من الليبرالة ومزيد من الخوصصة. وبالتالي فكرة أنه والله القضية هي معركة خوصصة من عدمها لا، وإنما في تقديري هنالك موقف من الاتحاد العام التونسي للشغل تحديدا في هذه المرحلة يبدو يلتقي فيه مع بعض الأطراف في الحكم، لا سيما رئاسة الجمهورية وبعض الأطراف نعود ربما لتفكيك هذا اللغز، لأنه غير مفهوم مرة واثنين يعطي ثقته للحكومة وفجأة يعني يتراجع. الآن مشاهدينا الكرام سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، نبقى في تونس لكن نتحدث عن متابعة سير العملية الانتخابية والاستعداد للانتخابات البلدية القادمة، فلا تغادرونا.